يرثوا أموالهم ولا يرثون، وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. شغل عافية بقى، شغل بلطجة. ما هو احنا أقوياء، ما هو القوي بيفرض سلطانه في فترة زمنية معينة على خلق الله. هل من الممكن النهاردة ان انت تقدر تفرض سلطانك ده على الناس بحيث ان النهاردة تحرم ابن المسيحي اذا ترك دينه من الميراث، زي ما حصلت في قضية انه اكتشفوا الولاد انه ابوهم كان قد ترك دينه واسلم وحرموا من المعاش؟ هل ده فيه رحمة؟ هل ده فيه عدل؟ هل ده فيه إنسانية؟ العدل لا يتجزأ والرحمة لا تتجزأ والمشاعر لا تتجزأ على الإطلاق. تتجوز واحدة مسيحية 30-40 سنة ولما الواحد يموت لا ترث، تترمي في الشارع.